النهاردة موقع دعم مصر بيواصل تقديم خدماته لأصحاب البطاقات التموينية. من ضمن الخدمات دي خدمة تسجيل رقم التليفون المحمول وربطه برقم البطاقة التموينية. بدخل على موقع دعم مصر اللي ظاهر الرابط بتاعه عندي في الشاشة من تحت. بمجرد ما بدخل بيطلب مني تسجيل رقم البطاقة التموينية اللي هو 12 رقم، وتسجيل الرقم القومي 14 رقم كاملين، واختيار المحافظة. بعد كده بضغط على زرار عرض، بينقل لي لشاشة فيها البيانات بتاعتي. بلاقي خانة فيها رقم التليفون المحمول، بدخل الرقم اللي شغال لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين، وبضغط على حفظ. بعد ما بضغط على حفظ بتبقى في وسيلة تواصل مهمة جدا ما بين المستفيد وما بين الوزارة.